مهنة بقى لاعب كرة القدم من أصعب الاختبارات فيها هي فترات التوقف. فترات التوقف بتكون صعبة جدا على لاعب كرة القدم، وطبعا أنا بقول كده دلوقتي لأننا دخلنا من امبارح في فترة توقف جديدة لمسابقة الدوري، طبعا ده عشان مشاركة منتخب مصر منتخبنا في منافسات كأس العرب اللي هتبدأ الأيام اللي جاية، واللي أكيد هيكون لينا متابعة مستمرة معاها لأن منتخبنا طبعا بيشارك في البطولة دي. طيب خلونا نتكلم في حاجة، هل شايفين إن فترة التوقف الدولي اللي بدأت بعد فترة توقف الدوري اللي بدأت بعد طبعا فترتين توقف قبل كده وإحنا لسه في الأسبوع السادس، هل هي مفيدة لفريق الكورة الحالي؟ طيب لازم نفكر إحنا هل هنقدر إن إحنا نرجع مرة تانية لنغمة الانتصارات بشكل مستمر من فترة التوقف دي؟ صحيح إحنا كسبنا آخر ماتش أمام سيراميكا كليوباترا، لكننا فقدنا نقاط أمام البنك الأهلي، كمان ماتش الديربي فقدنا فيه نقاط، وقبلهم الحمد لله كنا كسبانين الجيش وكسبانين إنبي ومعاهم طبعًا الإسماعيلي. كل مرة هنا كنا بنطلع في نهارك أبيض كنا دايما بنحاول ان احنا نحط حلول، بنحاول ان احنا نحط افكار للعيبة والجهاز الفني عشان يحاولوا ان هم يستغلوها خلال فترة التوقف. طيب دلوقتي ايه المطلوب المرة دي؟ خصوصا ان المدير الفني مستر باتريس كارتيرون مش هيكون موجود في خلال الاسبوع الحالي ده وهيكون في اجازة في دبي. تفتكر يا احمد ايه المطلوب الفترة دي من الجهاز الفني ومن اللعيبة؟ بصي، في البداية طبعا في الأوقات اللي زي دي هقولك الحفاظ على معدل اللياقة البدنية بشكل مستمر، ماتشات ودية تتعمل خلال فترة التوقف دي، كل ده طبيعي وبيحصل وهيحصل من جانب الجهاز الفني. حتى لو كان المدير الفني في أجازة لكن في خطة عمل موجودة وبيتعمل بيها مع باقي أفراد فريق العمل. لكن أنا عايز أروح لحاجة تانية كتير ناس مش بياخدوا بالهم منها، وهي التعامل النفسي اللي شاطر فيه جدا مستر باتريس كارترون. ودي شفناها مع اللاعبين خلال فترات التوقف، مع الاخبار اللي بيتم تداولها بقى من وسائل التواصل الاجتماعي. احيانا لما بيكون في اجازه من المباريات بتكتر قوي الاخبار الخاصه بانتقالات اللاعبين، الاستغناء عن البعض، في برضو متابعه مباريات، لأن متابعة المباريات دايما بتبقى بشكل كبير قوي مش موجودة، فكل اللي بيبقى عايز يجتهد بيجتهد، عشان كده بتلاقي أحيانا تركيز اللاعبين في الأخبار دي، وللأسف كمان البعض بياخد الجانب السلبي منها، وده بالطبع بيأثر على استعداده لعودة المسابقة. ومن هنا احنا بنقول للعيبة الزمالك خلي بالك بقدر الإمكان كل تركيزك مع فريقك وبس، مالكش دعوة بقى بأي تطورات تحصل حواليك سواء فنية إدارية. أنت لعيب كورة وإحنا عارفين لعيبة الكورة داخل نادي الزمالك لعيبة كبيرة قوي وما بتبصش للحاجات دي. لازم تحافظ بقدر الإمكان على فارق النقاط مع المنافس لحين إشعار آخر، لأنك هترجع مرة تانية للدوري، هتكون لعبت المباريات اللي جاية، ما تعرفش الفريق اللي بينافسك ممكن يحصل له إيه في نتائجه. يعني بص يا احمد، خليني اقول لك كمان ان احنا دايما في فترات توقف دايما العوده عندنا بتكون بشكل ايجابي. يعني انا فاكره عوده المسلوسي بالشكل الايجابي كانت بعد فتره توقف طويله، قدر ان هو يستغل فيها كويس معسكر برج العرب اللي كان طبعا قبل مرحله حسم دوري الموسم الماضي، استغلها كويس جدا واشتغل على نفسه في فتره التوقف دي. مطلوب من اكتر من لاعب ان هم يشتغلوا على نفسهم في الفتره دي، محتاجين ان احنا نجهزهم بدنيا وفنيا خلال المرحله اللي جايه، محتاجين ان احنا نجهز لاعب زي رؤى، يعني لاعب زي محمود عبد العزيز، محتاجين ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نحاول نتخطى أزمة إيقاف القيد، لأننا زي ما قلنا قبل كده إحنا عندنا أكتر من مسابقة بنشارك فيها، مش بس بطولة الدوري اللي إحنا بنشارك فيهم يا أحمد. ده كلام منطقي جدا، وإحنا هنا في نهارك أبيض خلي بالك هنحاول زي ما عودنا الناس نوصل رأي ووجهة نظر جمهور نادي الزمالك عن الفريق ومستقبله. عايز أروح لنقطة تانية بقى بخصوص المؤتمر الصحفي لمستر كارلوس كيروش المدير الفني طبعا لمنتخب مصر قبل السفر لقطر للمشاركه في بطوله كاس العرب زي ما قلنا من شويه. الراجل اتكلم في كذا نقطه مهمه وقال ان هدفنا الاساسي من المشاركه في كاس العرب هو التحضير لبطوله كاس الامم الافريقيه، والدور الفاصل كمان المباراه الفاصله اللي هتوصلنا لكاس العالم. وقال اسال اي مواطن عايز كاس الامم ولا الوصول لكاس العالم، هتكون الاجابه بالطبع التاهل للمونديال. وانا اتمنى طبعا ان احنا نحقق الحاجتين، نحقق افريقيا ونصعد لكاس العالم، ده حال اي حد طبعا
بيتمنى. لكن كلام مستر كيروش يعني بص خليني اقول لك على حاجه، انا بالنسبه لي فكره يعني تذكره المونديال بتعادل للفوز بكاس الامم الافريقيه، بس برضو هيفضل التاهل لكاس العالم وانك تستنى النهائيات وانت عارف انك هتلاعب او هتلعب مع القوه العظمى في العالم حاجه عظيمه جدا وحاجه يعني حماسيه جدا. كمان كارلوس كيروش اتكلم في المؤتمر عن عدم ضم طارق حامد، ويعني رد على استفسارات الناس على الموضوع ده وعن هجوم الناس عليه في الموضوع ده، وقال ان هو ما عندوش مشاكل مع اي لاعب وان هو بيركز على المجموعه الحاليه في القائمه. طيب طالما ما فيش مشاكل مع طارق حامد، احنا برضو ليه يعني احنا لغايه دلوقتي مش مقتنعين بصراحه، احنا مش شايفين سبب مقنع لعدم ضم طارق حامد الحقيقه لحد دلوقتي، ودي ما كانتش اجابه مقنعه ولا اجابه تريح كل جماهير الكره المصريه. طيب احنا ليه بنتكلم عن الموضوع ده وبنتكلم فيه كتير؟ احنا بنتكلم بدافع حبنا لمنتخب بلدنا، فكره وجود لاعب بقيمه طارق حامد عنده من الخبرات الدوليه ما يكفي ان هو يكون مسؤول عن خط وسط منتخب مصر، دي حاجه يعني مطلوبه جدا في التوقيت اللي احنا فيه ده. يعني احنا مش بنتكلم كده وخلاص، احنا محتاجين طارق حامد يكون موجود دلوقتي في المنتخب. طيب مش ممكن يعني يا جماعه يكون كوبر واجيري وجروس وكارتيرون وباتشيكو وفيريرا وغيرهم كتير جدا من الناس اللي دربت المنتخب يكون ما عندهمش فكره في التدريب؟ يعني كل الناس دول كان بيلعب معاهم طارق حامد كاساسي. طيب يعني كل الاحترام لاختيارات مستر كيروش، بس لما يخرج او لما يخرج امام عاشور من المعسكر لانه مصاب بكورونا ويضم بداله مدافع بديله هو احمد حجازي، يعني طبعا كل الاحترام يعني لاحمد حجازي مدافع كبير ومتالق، لكن ازاي ما تفكرش في لاعب وسط بديل ليه؟ يعني انا مش قادره افهم السبب، مش قادره افهم ايه المشكله مع طارق حامد. على العموم احنا هيكون لينا متابعه مستمره لمشوار المنتخب قبل انطلاق البطوله، وكل طبعا الدعم والتوفيق لمنتخب بلدنا. وطبعا مع احترامنا الشديد جدا لكل قناعات المديرين الفنيين، دايما بيتقال كده ان كل مدير فني ليه قناعاته وليه اختياراته، لكن بالذات طارق حامد يا جماعه بيلعب بقاله 6 سنين اساسي في منتخب مصر وفي نادي الزمالك، تعاقبت ادارات فنيه زي ما قالت انجي من شويه، والراجل بينال ثقة الناس دي كلها. كل الدعم والتوفيق لمنتخب مصر زي ما قالت انجي، بنتكلم عن منتخب مصر بدون اي الوان. وافتكر قبل كده مرة واتنين نوهنا ان استبعاد اكتر من لاعب حتى من خارج نادي الزمالك امر غير مفهوم. اهتمامنا بمنتخب مصر دايما لا يحمل سوى علم مصر فقط.